فعليا العرض مبني على فكرة الاختفاء، على فكرة الاختفاء من وراء العنف المجتمعي المتواصل. يعني ما في مواضيع مختلفة الناس بترفض تحكي فيها وبتعتبر انه افضل نخبيها وما نحكي فيها، ولكن الاشخاص اللي هن معنيين بهذا الموضوع كأنه عم ينطلب منهم انهم يختفوا لانه هن شاهد على هذه القضايا. ما ممكن يصير، واذا صار هول الاشخاص دائما عندهم طريقة ليرجعوا يظهروا ويخبروا قصتهم، لانه هن جزء من نسيج هذا المكان وقصتهم هي جزء من هذا المكان، واذا اختفوا بيختفي المكان وبتختفي كل الاشياء الثانية معهم. هذا المجتمع ما في يكون موجود بغياب اجزاء منه. هذه هي فكرة العرض بشكل عام. أنا اسمي علاء ميناوي، وأنا مخرج عرض اسمه 2048 تحلل هوية. حابب أعزمكم تجوا تحضروا العرض. رح يصير ببيت، بس مش بيتي، وبشارع مش شارعي، وببلد يمكن منا بلدي. أنتوا رح تكونوا ضيوف فيه ومثل ما أنا ضيف فيه. العرض بالأساس هو مبني عن قصص شخصية أنا قطعت فيها. يعني أنا شخص أمه لبنانية وبيه فلسطيني، فبشارك بقصص شخصية شو قطعت فيه بغياب هيدي الجنسية، نوع من أنواع العنف المستمر لغياب هيدي الجنسية، إنك تكون بمكان أنت بتعتبره هيدا بلدك ومكانك، بس القوانين عم بتقلك لا، هيدا مش بلدك وهيدا مش مكانك. الجمهور عم بفوت على بيت ما فيش خشبة مسرح. هيدي الشيء عم دور عليه لفترة سنين، عم جرب اشتغل على طريقة اتواصل فيها مع العالم والعالم يتواصلوا مع بعض، لأنه هذا هو هدف المسرح بالأساس، بدون ما تكون خشبة وجمهور. جرب كمان فوت قصصهم بعروضاتي. يعني أنا بالعرض هيدا بسأل العالم هني يخبروا قصص، مش بس يسمعوا قصتي. ليش دور؟ فمثلا الجمهور بيجي ببلش العرض ما بيعرفوا بعض، بيلتقوا بجنينة، كل واحد بشكل عام ما بيعرفوا بعض، والهدف انه اخر شيء نرجع يوصلوا من الجنينة للبيت للصالون لاخر شيء قط الصفرة، يكونوا بنوا علاقة مع بعض تكون اقرب من علاقة انسانية. فبناء العلاقات الإنسانية هو هدف من أهداف هذا المشروع، بين الجمهور نوعاً ما ليكتشف أنه عن جد ما في فروقات بيناتنا. يعني كلنا عنا نفس الذكريات، عنا نفس القصص، كلنا عنا نفس الإخبار، فعن جد عشو في قوانين هل قد فيها تمييز ولا قد فيها عنصرية ولا شو هالغضب. طبعاً هو الموضوع منه سهل على فكرة، أنك تحكي عن بلبنان مش موضوع شائك نوعاً ما، تحكي عن حق المرأة اللبنانية تعطي الجنسية اللبنانية، وهو شائك أكتر إنك تحكي حق المرأة اللبنانية تعطي الجنسية اللبنانية لأولادها اللي هن من أب فلسطيني. يعني إذا هيديك ما كتير ناس بدو يحكوا عنها، هيدي ما حدا بدو يحكي فيها. والله أنا خلقت سنة 1982. يعني لما خلصت الحرب كان عمري 9 سنين، ما شاركت بعتقد ب9 سنين فيها، ولكن أثارها ما فينا ننكرها. يعني بعرف إنه في خوف، وبعرف في ناس عندها حساسيات كبيرة من هالموضوع، بس نحن مش عم نحكي عن تجنيس الفلسطينيين، نحن عم نحكي عن حق الأم اللبنانية تعطي الجنسية لأولادها مثل ما حق البي اللبناني يعطي الجنسية لأولاده. هيدي دايما بحطها بالنص بين كلهم، وكلهم كلهم عم يطلعوا عليه. مثلاً السينوغرافيا، الإضاءة، الديكور، كل شيء تقريباً مدروس. الليمون اللي بقلب الجاط اللي ورا هذا كله يعني مقصود نوعاً ما، فمنه متروك بشكل عام، مع أنه في قرار أنا ما بتحكم فيه، أنه العرض هو ببيت مش بيتي، وناس هني استضافوني بالبيت. معناتها هو العالم اللي استضافوني بالبيت لأعمل العرض هني مقررين شو الديكور والكنبيات والألوان، وأنا ما تدخلت بهذا الموضوع. أنا بلاقيها كتير كتير حلو إنك تدمج بين أشياء أنت قاصد تعملها وأشياء تبنيها حوالين الموجود، كان يكون ناس تلاقي elements منه بتعني له نوعا ما، وهذا مقصود. الصينية اللي فيها ورد، يعني إنه كل حدا بحياته قطعت عنده الصينية اللي فيها ورد.
كان عشوائي بدي اجيب الصحن تبع رومي وجولييت، بس قلنا لا شوي خلص. بس انه هالفكره انه تجرب تلاقي قصص الناس تنربط فيها نوعا ما وتحس انه هي ببيتها او ببيت ستها او ببيت ناس بيعنوا لهم. لاحظتوا اذا في شيء مشترك قد ايه الناس، او بالاحرى عم يوصلني من الفيدباك انه الناس عم بحسوا انه هن مرتاحين بالعرض، انه قاطعين بتجربه مختلفه، وكيف اكتشفوا قصص ما بيعرفوها، انه شو ممكن واحد اذا عن جد اذا الام ما تعطي الجنسيه لاولادها، هي مش بس عن حق الام او عدم حق الام انها تعطي الجنسيه لاولادها، هو الاثر على الاولاد، شو عم بيصير بهالولاد هن عم بيكبروا، او الصبايا البنات هن عم بيكبروا بغياب هيدي الجنسيه. هذا بارت ما كثير ناس بتحكي فيه كمان.